اللي هي الجبنة الشلال أو الجبنة الخضراء. يا كريم نبلش. الطعمة مخيفة. واو مامونية خيو كتير طيبة. شوفي عنده شغلات بتجنن ليكو، ما أحلى عن جد. شو إله هون صاحب مطعم باب الأحمر مرأ بهدول القصص والأنتيكا. وين الخناجر؟ ما أحلى. ألو كتير حلو. هلا من بعد ما خلصنا اللفوش يب مامونية. مامونية تبعك. مامونية الحلبية. نعمل جولة بالأسواق. صار وقتها قعدته، يعني اللي بده يجي بالشتوية ويقعد بهي الصالة بيقدر يقعد. ليكو نرجيهم الجو بالليل هنا. ليك قالوا لي مطعم باب الأحمر بالليل كتير حلو الجو، ومشان انتو ورجيكم الجو إذا انتو حابين مثلا تجوا تتعشوا المسويات هيك مكان كتير رايق، حنرجع نجي المساء ورجيكم يا ليكو الأسلحة هون. ليكو هذا كله قديم. الله أكبر. الله أكبر. ليك ما أحلاهم. ليك تشوفين ما أحلاهم. هذا كله عمر. وأنت كيفك؟ إيش؟ عفوا. أنا آسف. يا مخلاتي. أنا آسف. وما أقول الرعب اللي أكله وارد. يا حرام. ليك عم يصفر. وما بعرف شو بصير معنا بالفلوج هلا. هلا ببين معنا. رايحين نصور بسوق اسمه سوق التلال. على قد ما لي مبسوطة وحاسة بحماس ما بدي اخذ تاكسي، بدي هيك امشي ونعمل هيك. يلا معناتها هلا انا رح احاول اني اصور لكم كل الشوارع هون. ليكو هذا الجامع. كل هي المنطقة هي كلها أثرية. يعطيك العافية. جامع الحموي بالعهد العثماني. الحموي أنشأه الحاج محمد بن داود النوري من سنة 1561 في ميلادي. العهد العثماني. بسم الله. هاي الجامع. مرحبا. هاي هون محل ما بيتوضوا المصلين. صدق الله العظيم. لكل قلعة ما أحلاها. لك سعيد في شغلة مهمة، إنه نحن حكينا أنا وعارف مع بعض إنه حنصير دائما وين منروح وين منجي إن شاء الله شو ما اشترينا حتى لو بسكوتة نحاول لكم إدي أسعاره. فهلأ لما كنا عم ناكل معمونية إجينا لنحاسب فما خلونا وما رضيوا، قالوا لنا انه لا على حسابنا، يعني كانت ضيافه. فلهيك نسينا نحن لما طلعنا انه نقول له بس قلنا قديش مشان المتابعين يعرفوا. حنرجع نتعشى وقت نرجع نتعشى عنده. ايه نخبرهم قديش. ايه مشان نقول لكم قديش سعر المعمونيه وحتى فنجان القهوه من عيوننا.